بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا طلاب الصف الخامس الابتدائي. علامات إعراب الفاعل. الفاعل يدل على من قام بالفعل. مين اللي عمل الفعل؟ الفاعل. أكل الولد التفاحة، مين اللي أكل؟ الولد، يبقى هو الفاعل. لعب الولد بالكرة، مين اللي لعب؟ يبقى هو الفاعل. وهكذا نعرف الفاعل إن هو اللي قام بالفعل. هذا الفاعل مرفوع دائما، ما في فاعل منصوب، لكن أنا عندي مشكلة في علامة إعراب الفاعل. الفاعل يرفع بثلاث أشياء: ضمة وألف وواو. لو قلت شرح المعلم الدرس، المعلم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ذهبت التلميذتان، التلميذتان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف. يصوم المسلمون، المسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. هبطت الطائرات، الطائرات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ثم أقول ذهب العمال إلى المصنع، العمال فاعل مرفوع وعلامة رفعه أيضا الضمة. طبعا الأصل في الرفع أن يكون بضمة، لذلك تجد هنا علامة الرفع الضمة إذا كان مفرد جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير. مفرد مثل المعلم، جمع مؤنث سالم الطائرات، وتكسير العمال. الألف إذا كان مثنى، مش احنا خدنا في المثنى أنه يرفع بألف، إذن الألف يرفع فيها الفاعل إذا كان مثنى. الواو إذا كان الفاعل جمع مذكر، احنا خدنا في جمع المذكر السالم أنه يرفع بالواو. يكتب مثنى، هو يريد هنا فاعل مثنى. يكتب الطالبان أم الطالبين؟ الطالبان لأنها مرفوعة. ممتاز. جمع الفلاحان الثمر. طب لو قال لي جمع مذكر سالم، يشرح المعلمون أم المعلمين؟ المعلمون. جيد جدا، لأنها جمع مذكر وجمع المذكر السالم يرفع بواو. جمع الفلاحون الثمر. لو قال لي أعرب، أجرى العالم تجاربه، العالم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ليه؟ مفرد. تعادل الفريقان في المباراة، الفريقان مرفوع فاعل مرفوع لكن علامة رفعه الألف. ليه؟ مثنى. سقى الفلاحون، علامة رفعه الواو. ليه؟ لأنه جمع مذكر سالم. حلوا الواجب. شكرا لكم.